أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط انتهاء زيارة النصف من شعبان في مدينة كربلاء بنجاح تام ودون حدوث خروقات أمنية. وقال اللواء قيس خلف رحيمة قائد عمليات الفرات الأوسط في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد شرطة كربلاء أن 6 ملايين زائر شاركوا في أداء مراسم الزيارة، بينهم 400 ألف زائر عربي وأجنبي. هذه الزيارة انتهت بسلام ونجاح كامل، والآن الزوار عادوا أكثر من 90% منهم إلى محافظاتهم وإلى مساكنهم بسلام. هذه الزيارة تميزت بشيء مهم جدا، القطاعات الأمنية من باب الثقة بالنفس وعملها المتميز، قللت موضوع القطوعات من حيث الوقت وأماكن القطوعات. وصل العدد الكلي خلال هذه 3 أيام تجاوز أكثر من 5.5 إلى 6 مليون، وعدد الوافدين العرب والأجانب تجاوز 400 ألف. من جانبها أكدت قيادة شرطة كربلاء أن 27 ألف عنصر من الجيش والشرطة وأفواج الطوارئ والحشد الشعبي والقوات الساندة الأخرى شاركت في تطبيق الخطة التي سبقتها عمليات استباقية أسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين والمشبوهين. القطاعات المشاركة اللي شاركت في تنفيذ خطة زيارة النصف من شعبان المباركة حوالي 27 ألف عنصر أمني. طبعا هناك قوة ضيفية من المحافظات الأخرى، أفواج طوارئ وسرايا فض شغب أيضا اشتركت في عملية تنفيذ الخطة، وكانت الخطة موفقة وناجحة وطبقت مثل ما مرسوم لها. قيادة العمليات أكدت أن أكثر من 90% من الزوار غادروا كربلاء بالفعل، متحدثة عن إعداد خطة لنقل الزائرين خارج المدينة دون تأخير ما أثار ارتياح الزائرين. زيارة حلوة ومليونية، والأمن خير من الله، والبشر خير من الله، والخدمات حلوة، والجيش ويانا والشرطة ويانا. شكر لله خالة زينة ورح الحمد لله والشكر. سيارات متوفرة من قاطع القاطع، ما تأخرنا إلا دقائق يعني. مئات العجلات التابعة للعتبتين الحسينية والعباسية والدوائر الحكومية الأخرى شاركت في إخلاء ونقل الزائرين خارج القطوعات النهائية. صار من 4 أيام نقوم بنقل الزوار بالتعاون مع العتبة العباسية وعمليات كربلاء والدوائر الخدمية وبعض الوزارات، نقوم بنقل الزوار داخل المدينة وخارج المدينة. والله سيارات كثيرة. وقد شهدت مدينة كربلاء وخاصة منطقة ما بين الحرمين ومقام الإمام المهدي حشودا كبيرة من الزوار لإحياء مولد الإمام 12 المهدي ليلة النصف من شعبان. من محافظة كربلاء راج نصير، الحرة.